نهار العيد تفكرتو وش حال بكيت، مشيت المقبرة غير سميت واللي لقيت لأمي ما لأمي ما مفرقي من غنيت، عيت النسيح ونغنر ندوش حال بكيت، فرق الوالدين صعيب. ستوديو الباتل بريزونت عبدو الصغير مع الشاب سمير متوكيل، ديما ديما مع خويا البشير الكلافيس، وهادي كانت في خاطر لي سامع ساك في خاطر المهمات اللي حيا ربي يخليهم واللي موتا ربي يرحمهم. واه خويا البشير قلع على فراق لمي ماه ما قدي هي راحت وانا في قلبي تكويت، عيد صبر وش حال بكيت على فراق لمي ما قدي. غلطة حتى أنا دمعتي من فراق ويا أنا ميتي، وصيكم تهلوا في الوالدين مادامهم حيين وشكون سابقين، سامحيني يا ميمتي طلب برضاك نحدك في الحياة. امشي للقبورة غير سميتو ما هو كاع ما شدو، نهار العيد بكيت ملي تفكرتو، امشي للقبور غير سميتو ما هو كاع ما شدو. وغير سامحيني مكتوب التاني ماشي بالعاني، توحشت ويا انا خوتي توحشت
بدوك القعدة ويمتي وغير السمحيني مدمكي حيا وطالب ارضا لمي ما مشيتي عليا عاود كنتي نقبوح خليتيني في هاد الدنيا محقور راك في قلبي عاكي لهبي حافز في ورداك ضاك هو كل شيء اطلب برضاك يا دمكي في الحياة من اللي طاحت ويا ندمته ولا خطر في رقم ميتو وصيكم تهلوا في الوالدي اليوم الأصحاب حاجة ما تلوم فراق الوالدين عاصحين ما يداويه لا طالب ولا طبيب مشات لامي موح ومشى ابويا الحبيب فراق الوالدين صعيب ما يداويه لا طالب لا طبيب مشيت لميمي ما ومشى ابويا الحبيب وانا فرق المهمة سامي المقدير هي راحت وانا يا تخوي وطرحت دمتي على خطر ميتي وطالب برضاك ربي العلي ما وش حال انا وكي
بقين نبكيان لما نحكي همين معاك باش يصيني ربي واح هذا حالي وانا ملاح اللي بغيتو في هاد الدنيا منخاح باللي نبكي لما نحكي همين سيدي ربي واح هذا حالي وانا ملاح اللي بغيتو في الدنيا كاع ما نفكر الصور وش حال نبكي سيدي ربي انت العالم وعيد صبر وعيد شاد الله لم والله نقدي